أما في السوق الكويتي فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت منخفضا بنسبة بلغت 0.72% عند مستوى 8427 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 37 مليون دينار. جاء سهم شركة الإفكو لتمويل وشراء وتأجير الطائرات في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 0.19 ديناراً. تلا سهم بورصة الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.22 ليغلق عند 2.32 دينار. بينما تصدر سهم شركة طيران الجزيرة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة بلغت 4.31 ليغلق عند 1.75 دينار.